سلطانة؟ فريال، وينك ما عم تبيني؟ كان عندي شغل، وهي جيتي من عند نورهان. لا تقولي لي إنه ماتت. نشكر الله ونحمده نورهان بخير. الحمد لله. يلا خلينا نروح نشوفها. المجرم شافته؟ والله ما قالت شيء أبدا. أسماء، انتبهي على الأولاد. يلا فريال امشي. نورهان خانم، ألف الحمد والشكر لك يا ربي إنك شفيتها. نورهان، كل الليل وأنا قاعدة عم بدعي لك، والحمد لله دعواتي انقبلت. نورهان، انتي شفتي اللي سوا فيكي هيك؟ قولي، لازم يتعاقب. هو يا أنا شفته، ما بعرف. شلون صرتي كوثر؟ صرت أحسن يا سلطانة. سلطانة، جاريتك كتير مقهورة طبعاً، لأن هالمرة ما نجحت. أنت شو بتقصدي؟ حاجة تفتري على كوثر؟ يعني مو ملاقية غيرها تتهمي؟ شلون بتتهمي واحدة بريئة؟ أنت ما عندك ضمير بنوب؟ على طول بس بدك تأذي كل الناس اللي حوالي؟ سلطانة، يا ريت تروقي. لا تصرخي، لا تعلي صوتك، هون في مرضى. ما شاء الله صرتي ملاك الرحمة. انتي من امتى بتحسي بالناس او بوجعهم؟ طول الوقت عم تظلمي الناس. الكل بيقول عنك مفترية. سنبول، ست فريال، خدوها للسلطانة وهيام من هون فورا وبسرعة. لو سمحتي طولي بالك. سلطانة، خلينا نمشي. تفضلي سلطانة. يلا